تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم كذلك على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال وفي الإخراج ويانا مخرجنا المتميز أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. مقدمة الحلقة اليوم الدكتورة عاش البسطي. مستمعينا نذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا هي فقرة السوشيال ميديا ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. أسماء دكتور صباح الخير عليكم على كل المستمعين إذاعة نور. حياك الله ويانا. ناخذ شوي جوله بالاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نعم. ما زال طبعا الوسم ترند كل الاشياء لها علاقه بفيروس كورونا. يعني اتوقع هذا اكثر موضوع كم ترند في السوشيال ميديا. صحيح. اكثر من شهر يعني طول اليوم تقريبا، مو بس في السوشيال ميديا في كل مكان. نحن ان شاء الله بنبدا مع تويتر مينا، تويتر الشرق الاوسط، اعتبرها من يوم الخميس التواصل مع الناس في نطاق يعتبر الأوسع من نوعه. نعم. الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات حول فيروس كورونا المستجد. فهذا إن شاء الله خلال اليوم بنحط الهاشتاج اللي نحن بنسأل كل الناس إنهم يشاركون فيه. ممتاز. أيضا كان من ضمن الرسائل اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، شكرا لتضحياتكم وسهركم وبذلكم من أجل الوطن، أنتم حماة الوطن اليوم وسياده وجنوده المخلصين. أدعو الجميع توجيه الشكر لهم والثناء وتقدير جهودهم المتواصلة ليل نهار، أطباء ومرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة. شكرا لكم. هاي كانت تغريدة من حساب صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هاي طبعا فخر لكل عامل في المجال الطبي، سواء يعني طبيب، سواء في التمريض، سواء في الأشياء المساندة كذلك، وكذلك للإداريين كذلك في المجال الطبي. صراحة شهادة فخر يعني جدا، وخاصة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. صحيح دكتورة. أيضا في أشياء، نحن المكالمة هاتفية كانت بين دكتورة ووحدة من أمهاتنا اللي دائما يراجعينا في مركز تعالى كبار المواطنين. المكالمة يعني صح وايد ناس حبوها، ونقول حق كل المتعاملين اللي تعودوا إنهم يزورونا في مركز تعالى كبار المواطنين إن شاء الله يفترى وبرد وبنسوي فعاليات واليمعات إن شاء الله. إن شاء الله المركز ساعات صبر وضعينهم في يعني لقاء اجتماعي. صحيح. هو تولهوا علينا كبير نصد. تعرفين يحسوا بك كأن بيتهم الثاني. يعني أنا زيارة لي وحدة كانت للمركز، يعني ما شاء الله تحسين حتى هم يعني أول ما تدخلين المركز سلمين هم يردون السلام وهم يضيفونك وتعالي تفضل ويانا دكتورة، ويعني ما شاء الله تحسين كأنهم قاعدين في بيتهم يعني، وهذا شيء جدا جميل يعكس بيئة المكان كيف. صحيح. دكتور، من ضمن هالأشياء يعني هذا الضغط الكبير، هذا التحدي اللي قاعدين مو بس دولة الإمارات تواجهه، العالم كله يواجهه. لكن في بعض الأشياء اللي تخليني أنا شوي أستغرب، يعني من بعض الأشخاص اللي يعني يدخلون في قنوات التواصل الاجتماعي ويكتبون مثلا أنتم ما عندكم القدرة، وأنتوا سوري أنتوا خدنا نجمة واحدة. يعني هذا تحدي موجود في كل العالم.
صحيح. وفي وايد دول انهار القطاع الصحي فيها. يعني نحن في دولة قطاع الصحي فيها وايد قوي. الحمد لله. المفروض ان كل المجتمع يتكاتف ان يعزز الطاقة الإيجابية عند الأطباء اللي قاعدين يشتغلون في نفس اللي يشوفون أشياء الناس ما تشوفها. صحيح. أنا هذا الموضوع ألمني جدا، تبين أصدق أن في مجموعة من الأشخاص اللي يدخلون بعض يعني الحسابات الصحية وينتقدون النقد اللاذع بهذه الطريقة. أنت عندك ما شاء الله دولتك نظامها الصحي ما زال صامد وقاعد، ويعني كل العالم يشهد بالقطاع الصحي في دولة الإمارات صحيح. وكيف أنه صامد بين عينه، ويعني قاعد وما في يعني في دول حالات موجودة يعني ما لها سرير. صحيح. يعني وأكبر دليل يعني التحدي اللي الحين نحن فيه صراحة، يعني هذا نحن أكثر يعكس. دولة في العالم سوت فحوصات، يعني دول عدد سكانها 3 أضعاف ما سوت الفحوصات اللي دولة الإمارات سوتها. فلما يعني مثلا إذا تأخر النتيجة مثلا يوم، في ناس يعني ما نفحصوا برا صحيح. في دول ثانية. وحتى يعني اسمع، حتى لو الشخص يقول لك تأخرت يوم تأخرت، يعني عاطين يعني النصايح كاملة لين ما تطلع نتيجة الفحص، وحتى لو كانت سلبية يعني عاطين النصايح، مو بشرط أن السلبي يعني يمارس يطلع، لا يعني اللي يكون في الحجر المنزلي، وبنتكلم كذلك عن هالموضوع أكثر. سواء كان نتيجة سلبية أو إيجابية، صحيح الشخص لازم يلتزم بالحجر المنزلي. صحيح. يعني من ضمن الأشياء اللي شوي يعني ضايقتني الصبح لما واحد يقول أنتم ما عندكم القدرة. لا، نحن ما نقول حق القطاع الطبي وأطباء قاعدين يشتغلون والمختبرات وكل وهالجيش اللي قاعد يشتغل. وعقب اي انا اسمع هذا الكلام، يعني نحن يعني كل شيوخنا كلهم قاعدين ياكدون ان اشكروا القطاع الطبي والناس اللي يشتغلون في الميدان شكرا، وكلهم يقولون شكرا وشكرا. وعقب انا اي انتقد انه يعني وشخص يعني مو مسوي فحوصات، يعني لو حد مسوي فحوصات بقول ما عليه. فانتقاد اجل الانتقاد هذا مش وقته، يعني هذا وقت ان نحن نوقف يعني وندعمهم يعني بطريقة إيجابية، لأن اللي يشوفونه مو بشوية. صحيح صحيح يعني نحن دكتور أنت تعرفين الأشياء اللي يواجهونها. صحيح. يعني ويمكن انت تواجه يعني تواجه مثل ما يعني بوصفك، يعني كأنك تحارب شخص انت ما تعرفه، يعني كأنك يعني واحد ما أنت تشوفه، ما بتشوفه، يعني كذي ما تشوفه ما تشوفه يعني. يعني ف أنا مش طبيبة، مش طبيبة، وفعلا الكلام يعني وما ضايقني بيأثر بطريقة على وايد الشخص، كبيرة. ترى يأثر على ناس وايد حوالين الشخص، يعني ما يعني بس الكلام شخص. اللي قاعد ينكتب من بعض الأشخاص، يعني أنا مش طبيبة وتألمت، فوين الأطباء اللي قاعدين؟ يعني تخيل واحد يشتغل أكثر من 12 ساعة عشان شخص، وعقب لأنه هو قاعد في البيت وملان يلا بيصير منتقد القطاع الطبي. هذا مش وقت هالأشياء، يعني هاي وجهة نظر شخصية دكتورة، في النهاية يعني مو هذا مثل حد غيري. التحدي يعني جد طلع قوة الطاقم الطبي عندنا هنا في الإمارات، سواء الحكومي أو فعلا كذلك الخاص، وفي يعني كل الإمارات ككل، وفعلا ولا تستهدف يعني غير الشجرة المثمرة، يعني ما حد بينتقد أي حد إلا إذا كان الشخص نفسه يعني بارز. فنحن يعني أتمنى من الأشخاص اللي يعني اللي تعودوا على ال يعني على الشكوى والتنمر، أنه يعني خلال هالفترة نكون عون صحيح للأطباء. يعني صحيح. أنا حتى كلمت وأحس بصيح، يعني هذه لأنه رسالة، يعني هاي رسالة شكر لك كل كذلك طاقم طبي في دولة الإمارات ككل، سواء حكومي سواء خاص، لأن الكل قاعد يبذل مجهود كبير أيضا وأضعاف المجهود اللي كان يبذله في السابق. ونحن نشكر كذلك كل الأشخاص اللي قاعدين يقدمون الدعم الإيجابي لكل الأطباء. يعني صح إن في ناس يعني هاي بتعتبر فئة يعني من المجتمع، لكن في كثير من الأشخاص قاعدين يشكرون يحاولون يعززون الطاقة الإيجابية عند صحيح الأطباء صحيح. ويكتبون. هذول نشكرهم كل الشكر، وكل كلمة يكتبونها نحن نحاول إن أيضا إذا كان الأطباء ما عندهم الوقت إنه يوصلون قنوات التواصل الاجتماعي، نحن نحاول كل الرسائل الشكر هاي نوصلها للأطباء في الميدان، ونقول لهم إن
شوفوا هاي الرسالة الإيجابية اللي وصلتكم، الناس قاعدة تشجعكم، فنحاول أيضا نحن كأطفال أن نوصل رسائل الشكر لهم، لأن في هذا الوقت هم محتاجين الطاقة الإيجابية، ونشكر كل شخص سواء كان في هيئة الصحة، في غير هيئة الصحة، في كل القطاع الطبي، والمسعفين والشرطة والدفاع المدني والإداريين، صحيح. لأن يعني هذا ثبت أن يعني كل الجهات فريق عمل واحد ومنظومة واحدة، صحيح. وهذا الشيء اللي يعني اللي برز دولة الإمارات في الحمد لله، إذن. الحمد لله. وهاي كانت رسالتنا رسالتنا، اليوم، ننتظر رسالتنا. حتى رسالتنا طاقم العمل في البرنامج ترى يترون رسالة صباحية. رسالة صباحية أيمن خاصة، ما بي يطلع فاصل لما تقولين الرسالة الصباحية. يعني أكيد خاص. نتكلم عن القيادة، قلت القائد الناجح اللي يحافظ على تطور نفسه، فاحرص دائما على تواكب كل جديد، فكل ما كنت أنت مواكب الأشياء الجديدة، كل ما برز مو بس فيك حتى في فريق عملك. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي. شكرا لك مستمعينا، كانت هاي فقرة السوشيال ميديا واليوم طولنا فيها طبعا أهمية هذه الفقرة كذلك. بنطلع فاصل وبنرجع لكم فقرتنا التوعوية، طبعا الموضوع جدا مهم كذلك، وصراحة بيجذب عدد كبير، بنتكلم عن فوائد الكركم. خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله وياني. طبعا في فقرتنا الحين بنتكلم عن فوائد الكركم، سواء إضافاته أو كيف نستخدمه، وكذلك يعني المقدار الموصى فيه كذلك يومياً. ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، الأستاذة عايشة الحمادي. صبحت الله بالخير أستاذة عايشة. صبحت الله بالنور دكتورة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. طبعا الكركم التداول فيه كثير بخصوص فوائده، سواء العلاجية سواء التغذوية المناعية والوقائية، فحابين نتعرف أكثر عن فوائد الكركم. إن شاء الله. طبعا تم التعرف على فوائد الكركم الطبية قبل مئات السنين عن طريق الطب الصيني والهندي، نعم. وكانوا يعالجون فيه العديد من المشاكل مثل الاكتئاب، عسر الهضم، انتفاخ البطن، التهاب المفاصل، قرحة المعدة، تسكين الآلام وشفاء الجروح. بس اليوم بتكلم عن فوائد الكركم اللي أثبتها الطب الحديث. ممتاز. فأول فائدة له أنه هو مضاد قوي للالتهابات، نعم، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والفيروسات والجراثيم والفطريات والالتهابات، وأيضا له خصائص مضادة للسرطان، فلهذا ينصح به كعلاج التهاب المفاصل ومفيد في تطهير الجروح. وبسبب ممتاز. خصائصه المضادة للالتهابات فهو يساعد في علاج الصدفية، التهاب المفاصل، علاج الربو، نزلات البرد والإنفلونزا، ويحفز جهاز المناعة ويلأم الجروح. ممتاز. فالروم كل يوم نستعمله نضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لكوب من الحليب الدافي ونشربه قبل النوم، يمنع ويقينا من أي التهابات. ممتاز. أيضا دلت العديد من الدراسات أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين، وهو العنصر النشط في الكركم، فيمكن يحفز الخلايا للقيام بالعملية اللي تتسبب في التدمير الذاتي للخلايا السرطانية، فراح يقينا إن شاء الله من العديد من السرطانات ومقاومة الأمراض السرطانية، ويدمر الخلايا السرطانية لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية، وأيضا يقلل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي. ممتاز. يعني مضبطة أيضا. فقط، يعني حتى للعلاج الكيميائي، يعني المضاعفات أو أن الأشياء الجانبية تقل مع استخدام الكركم. هي طبعا لأنه يعتبر كمضاد أكسدة، فوائد راح صحيح يساعد إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يساعد في محاربة أمراض الكبد وتنشيط وتحسين الدورة الدموية، لأنه يزيل سموم الدم من خلال زيادة إنتاج الإنزيمات الحيوية، مما يؤدي إلى تقليل السموم في الجسم. ممتاز. ويساعد أيضا في الدراسات الأخيرة أنه يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، ويساعد في خسارة الوزن وتقليل دهون البطن، فهو يساعد على تحفيز المرارة لزيادة تدفق وإفراز العصارة الصفراء، ولها دور كبير في هضم الدهون وأيضها أيضا، وهو بدوره يحسن من عملية الهضم ويقلل من أعراض الانتفاخ والغازات. ممتاز.
يعني تقريبا الجسم كامل، يعني مو فقط جزء معين من الجسم، الفوائد اللي توصله ايه ما بخصوص شاء الله فوائد الكركم. فوائده وايد عاليه. ايضا للدماغ يساعد في محاربه الزهايمر ويحسن الذاكره، وايضا يساعد بشكل كبير في السيطره على مرض السكري لانه يقلل من مقاومه الانسولين ويخفف مستوياته في الدم ويعمل على زياده فعاليه الانسولين، فلا دور وايد كبير في منع حدوث مرض السكري من النوع الثاني. ممتاز. ولكن لازم الواحد ينتبه لأن تأثيره العكسي مرات يكون خطر على مرضى السكري لما نعم. يقترن تناوله مع أخذ أغذية السكري القوية، فيمكن يتعارض مع الأدوية فيؤدي لانخفاض نسبة السكر في الدم. وهاي نقطة جدا مهمة، يعني أن إيه أخذه فلازم مع ينتبه. الأدوية، صح، وهاي نقطة كذلك جدا مهمة، يعني الواحد يحاسب، يعني صحيح لها الفوائد كلها، بس لازم كذلك بعد نحاسب في الوقت اللي ناخذ فيه الكركم. وأثبتت الدراسات أن مجرد استخدام الكركم باعتباره توابل طعام يمكن يقلل مستويات الكوليسترول في الدم أيضا. ممتاز. آخر فائدة راح أذكرها إن شاء الله أن الكركم بعد فوائد للجمال والوجه والبشرة، فهو يساعد على تعزيز صحة البشرة وجمالها ويقوي الشعر ويعالج مشاكله وعلاج حب الشباب وآثاره، فيكافح أيضا علامات التقدم في السن والتجاعيد. ممتاز، يعني دور علاجي ودور تجميلي ودور كذلك وقائي. هي ما شاء الله شامل كل شيء. ومتوفر الحمد لله يعني في كل مكان، وسهل الواحد يحصل عليه. وحتى لو يعني الواحد ياخذه ما يحس، يعني طعمه عادي، يعني ما بأن طعمه قوي أو نكهته قوية بحيث الواحد ما يتقبله. صح الكل يتقبله ونقدر نضيفه في كل شيء، صحيح في الحليب، في الأكل، في المشروبات الساخنة، وما صحيح نحس الطعم. صحيح طبعا الكركم في فوائد، القيمة الغذائية للكركم وايد عالية لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. نعم هي تحتوي على نياسين، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين كي، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، نحاس، الحديد، مغنيسيوم، وزنك. ممتاز، فما شاء الله شاملة كل وايد من شيء المعادن والفيتامينات، صحيح. بس توجد بعض الحالات اللي يمنع من خلالها استعمال الكركم. أول حالة اللي هي الاستهلاك المفرط، لأن الكركم مرات قد يسبب تلبك وشد في المعدة أو الكبد، وكذلك الجفاف والإمساك إذا نعم كثرنا منه بزيادة، ويكون ممنوع من قبل بعض الأشخاص اللي يعانون من حصى في المرارة أو أي نعم مشاكل فيها. وننصح النساء الحوامل باستشارة الطبيب قبل استعماله لأن مرات يكون له محفز لانقباضات الرحم أيضا. وللمرضى اللي يتناولون مميعات الدم عليهم استشارة الطبيب قبل تناول الكركم لأنه يعمل أيضا كمضاد لتجلط الدم. نعم في ناس يمكن تتساءل، يعني هذه الكميات يعني تكون الكبيرة القصد منها، لأن معظم الأحيان نحن نضيف للطبخ اليومي تقريبا. هو بالنسبة للي ينضاف في الأكل ما عليه، الكمية تعتبر وايد بسيطة. صحيح أما في بعض الناس يعتمدون على المكملات الغذائية لأن حاليا ينباع الكركم ككبسولة، صحيح فالمفروض ما يزيد عن 500 إلى 2000 ملي جرام في اليوم الكامل. ممتاز، وهي معلومة جدا مهمة كذلك، لأن صحيح إن تقريبا معظم أكلنا يحتوي عليه، فالأشخاص اللي يأخذونه كمكمل غذائي يفضل استشارة طبيبهم قبل ما يأخذونه أو يبتدون يأخذونه. لأن نسبة الكركمين فيها وايد عالية، نعم فالخطر من الكركمين نفسه. نعم أستاذ عايشة، كلمة أخيرة توجهين المستمعين خلال البرنامج. بس في النهاية أنصح المتابعين أن صح الكركم مفيد، بس لازم ناخذه باعتدال وما نفرط في استعماله. ممتاز، أخصائية التغذية الأستاذة عايشة الحمادي، شكرا لك. العفو دكتورة. شكرا مستمعينا، تكلمنا في فقرتنا الحين عن فوائد الكركم، وأخصائية التغذية عايشة الحمادي ما قصرت، يعني عرضت الموضوع بشكل كلي وبرزت دور الكركم سواء الوقائي سواء العلاجي وكذلك التجميلي، يعني إضافة للموضوع. بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم بأرقام التواصل 6005551414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله.
في فقرتنا الحين بنتحدث عن موضوع جدا مهم وله أهمية خاصة في الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا. طبعا في كل شيء نقول عباراتنا الوقاية خير من العلاج، وطبعا خاصة في هذه الفترة الوقاية من الفيروس. طبعا هذا دور مو بشخص واحد، هذا دور كل واحد فينا، وهذه مسؤولية، يعني كل واحد يعرف دوره يطبقه. يعني بتلاحظون بشكل كبير حتى الحالات اللي كل يوم يعني تكون موجودة كيف بتنزل، حتى وإن شاء الله نوصل لصفر من الحالات حتى اللي نسجلها في هذا الفيروس. وطبعا بنتحدث عن أهمية التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة. طبعا نحن في مجتمعنا يعني الحمد لله يعني دائما عندنا الزيارات الاجتماعية، عندنا الحياة الاجتماعية يعني لها دور كبير وتعودنا عليها. خلال هذه الفترة يعني كل واحد فينا له دور، وإن شاء الله بيبرز خلال هذه الفترة، ويعني فترة إن شاء الله وبتعدي وبنرجع لاجتماعاتنا وحياتنا الاجتماعية أكثر حتى عن الفترات السابقة. بس يعني في دور كبير ومسؤولية كبيرة لكل واحد فينا خلال هذه الفترة، وخاصة من ناحية التباعد الاجتماعي. ما في فايدة أني برا أنا ما أجتمع بمجموعة كبيرة، بس في بيتي أعزم ناس كثيرة، يعني هذا وايد يكون في كتناقض يعني. والفكرة الأساسية أني ما أنشر أو أخذه من أشخاص ثاني. بنتكلم إن شاء الله عن هذا الموضوع مع الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور وليد. صباح النور دكتور عائشة، يا مثلا حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يعطيك العافية ويجازيك الخير على هالبرنامج الحلو. الله يخليك دكتور وليد. دكتور وليد، طبعا اليوم حديثنا يعني بنخصصه عن أهمية التباعد الاجتماعي، وخاصة في هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا. فبداية قبل ما نبتدي بالموضوع الأساسي، حابين ناخذ فكرة عامة عن مرض الكورونا، وكذلك أهم شيء طرق الوقاية من هذا المرض بشكل عام. طبعا من المفيد دائما التأكيد على تعريف المرض وطرق الوقاية منه صحيح. حتى نقدر نتوصل لتفاهم واتفاق يعني مع الجميع المسؤولين، يعني وخاصة انه المرض يعني مثل ما تفضلتي وذكرتي انه هو مسؤولية اجتماعية مشتركة للجميع، صحيح. وبالتالي ممكن نعرف المرض على انه التهاب في الطرق التنفسية العلوية والسفلية. نعم. احنا بنعرف مثلا الرشح والانفلونزا ممكن تكون التهابات في الطرق العلوية. صحيح. مرض كورونا، مرض فيروس كورونا ممكن يمتد للطرق السفلية، التنفسية السفلية، ويصيب الرئتين، وبالتالي ممكن تأتي خطورة المرض من إصابته للرئتين. إلا أنه يعني لحسن الحظ والحمد لله انه فوق 80% من الحالات هي بتكون حالات خفيفه وما بتوصل لانه الشخص يصاب بضيق بالنفس، يصاب بزرقه بالشفتين، يضطر لانه يدخل المستشفى ويحتاج اكسجين ويحتاج المنفسه. هاي المسائل ممكن تكون في الحالات الشديده. نعم. والحالات الشديده هي بنسبه 10 ل 20% بتحصل عند اللي هم فوق 80 سنه من العمر، والناس اللي هم مصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. نعم. المرض ينتقل بالقطيرات، لازم نأكد على طريقة انتقاله، نعم. القطيرات والسوائل التي تخرج من الفم أثناء العطس أو السعال، وتنتقل بصورة مباشرة للشخص أو لأشخاص اللي موجودين بنفس المكان على مسافة قريبة من الشخص المصاب. نعم. كذلك يمكن أن تنتقل الفيروسات بتماس الأسطح الملوثة بالفيروس. وفي كمان ممكن نشير لفترة الحضانة، بعد ما يصاب بالعدوى الشخص بمر بفترة عدم ظهور الأعراض لمدة معينة، هي بنسميها فترة الحضانة، وتمتد من 2 إلى 14 يوم. الأعراض اللي ممكن تحصل بالمرض هي الحمى، السعال، الصداع، آلام الحلق، الصعوبة بالتنفس، وطبعا يعني
منأكد على أنه لا يوجد أدوية نوعية حتى اليوم، ما زالت الأدوية اللي تستخدم هي تستخدم في تجارب. كذلك اللقاح، هناك تجارب في مراكز الاختبارات وبدأت تجريب أنواع معينة من اللقاحات ودراسة فعاليتها. بالنسبة لطرق الوقاية، طبعا طرق الوقاية الأساسية وهي الأكثر فائدة وأهمية، ومنها طبعا غسيل اليدين منأكد عليه دائما وبشكل مستمر، صحيح، منأكد على آداب السعال ووضع اليد بمنديل على الفم أو بالكوع المثني، تغطية الفم أثناء السعال والعطاس، والحفاظ على مسافة اجتماعية، وهي يمكن اللي ذكرتي وحابة تركزي عليها، صحيح، في موضوع التباعد الاجتماعي، صحيح، وطبعا الطبخ الجيد للأطعمة وتجنب التماس غير المحمي مع الحيوانات. ممتاز. طبعا في هذه الفترة يعني دائما نركز أن الوقاية خير من العلاج، ويعني طرق الوقاية دكتور نفس اللي ذكرتها يعني أشياء بسيطة ويقدر كل شخص يسويها. نعم بالفعل، لأنه هي يعني أولا ممكن تقي أكثر من 90% من الحالات من حالات العدوى، وهي بسيطة جدا إذا تعلمناها. يعني صحيح. في غالب الأحيان ممكن إحنا نقول أنه تغيير السلوك هو من الأشياء الصعبة في المجتمع، صحيح، ولكن بالتأكيد عليه وبالتكرار الرسالة وبالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف المسؤولة ممكن نوصل لتغيير في العادات، وخاصة إذا المجتمع عرف أهمية هذا التغيير في السلوك، ومو بتغيير دائم، تغيير لفترة معينة وعقب يرجع يعني الواحد لحياته الطبيعية نفس السابق. صحيح. وأحب أن أشير كمان إلى أنه يعني في مسألة تثير الإعجاب في المجتمع، يعني المجتمع لما بيعرف وبيصير عنده وعي في المسائل وأهميتها بيتعاون بكل يعني بكل انسجام مع الجهات الصحية اللي بتطلق الرسائل وبينفذ اللي هو مطلوب منه، وبيعرف تماما أنه هي المسألة مسؤولية اجتماعية، مسؤولية الجميع. صحيح. واليوم إذا إحنا قدرنا نوصل لمسألة التباعد الاجتماعي ونقدر نطبقها بشكل صح ونعرف يعني ما هو مطلوب منها، ممكن يعني نوصل للوقاية بشكل جيد. صحيح. بنتكلم الحين دكتور طبعا عن صلب موضوعنا، وهو طبعا التباعد الاجتماعي، ويعتبر من الطرق اللي يتم الأخذ بها طبعا لمنع انتشار المرض، فحابين نتحدث أكثر عن مفهوم التباعد الاجتماعي. يعني يمكن أن نعرف التباعد الاجتماعي على أنه تغيير في السلوك، نعم، الهدف منه إيقاف انتشار العدوى، وهذا التغيير يتعلق بتقليص التماس الاجتماعي، مثلا المناسبات الاجتماعية، الزيارات اللي بيجتمع فيها عدد كبير من الناس في بيت واحد، أيضا تتعلق بتقليص نسبة الدوام في العمل ومحاولة العمل في المنزل، إيقاف الدوام في المدارس مثلا ومنع ومحاولة الاتفاق على تأجيل النشاطات والاجتماعات والمؤتمرات إلى أوقات أخرى يعني يكون الوباء قد انحسر فيها. والهدف من التباعد الاجتماعي يعني الوصول لتسطيح منحنى الوباء، يعني بكثير من وسائل الإعلام هلأ اليوم بيذكروا مسائل تتعلق بالمنحنى الوبائي، بدل أنه تظهر الحالات بشكل كبير في فترة وجيزة من الزمن تعجز النظم الصحية عن التعامل معها، جعل هالمسألة هاي تظهر على مدى زمني طويل نوعا ما، وبذلك يكون العدد الحالات قليل والنظم الصحية قادرة أنه تتعامل معها بكفاءة وفعالية. صحيح، وهذا له دور كبير كذلك. دكتور يمكن أي واحد يتساءل يعني شو الفرق بين التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي؟ طبعا التباعد الاجتماعي هو سلوكيات تطبق على كل أفراد المجتمع وتتطلب التعاون والتنسيق فيما بينهم. نعم. أما العزل أو الحجر في عندنا نوعين، نوع اللي هو العزل اللي يتم على المرضى، نعم، والحجر يتم على المخالطين لحالات أو القادمين من سفر من دول منتشر فيها المرض.
وبالتالي لما نذكر الحجر إلزام الشخص بالبقاء في المنزل لمدة فترة الحضانة، ففي المرض احنا بنقول 14 يوم الحد الأقصى، فإلزام الشخص أنه يبقى في المنزل حتى لو لم تظهر عليه الأعراض. احنا نتوقع أنه يكون يعني حصل على العدوى ويمكن أن تظهر لديه الأعراض خلال فترة 14 يوم، فإذا لم تظهر ساعتها يعتبر هو حر، ممكن يخرج من المنزل بشروط معينة. بينما العزل يتم على المرضى، فإذا تم تشخيص حالة معينة وتأكيد التشخيص بالنسبة لهالحالة يعزل المريض بشكل جيد من أجل منع انتشار العدوى وخروج العامل الممرض من هذا المريض إلى الناس المحيطين فيه. نعم، وطبعا التباعد الاجتماعي يعني يمكن الفكرة منها كذلك، يعني حتى في البيت نفسه يعني بدل ما أتجمع برا، في ناس كثيرة يمكن تجيني كزيارات كذلك في البيت. صحيح، يعني لازم نأكد هون على نقطة مفيدة جدا، اللي هي إحنا ما بنقصد بالتباعد الاجتماعي الفتور الاجتماعي. التباعد الاجتماعي هو سلوك من أجل إيقاف انتشار العدوى، نعم، وبالتالي لما بيلزم الشخص في مسألة التباعد الاجتماعي مثلا في كل المناسبات، يعني الزيارات المنزلية لازم كمان ننظر لها في التباعد الاجتماعي، الخروج إلى المناطق اللي فيها تجمعات كمان هي جزء من التباعد الاجتماعي، المناطق المزدحمة كمان يعني نراعي تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، في كل المناسبات اللي فيها تجمع. يعني ما يهم هو تجمع عدد كبير من الأشخاص في منطقة ضيقة، وبالتالي سهولة انتقال العدوى فيما بينهم. صحيح. إذا كانوا بعيدين لمسافات معينة مثلا على الأقل مترين بين الشخص والآخر، ممكن إحنا ننقص إلى الحد الأدنى من مسألة انتقال الفيروس في حال تواجده في أحد هؤلاء الأشخاص. صحيح، ونفس ما يعني نفس ما كررنا وذكرنا، يعني كل واحد له دور في هذا المرض وانتشاره كذلك، يعني كل واحد له دور أن ينقص من انتشار المرض وبطرق جدا سهلة، يعني تحتاج بس نفس ما قلت دكتور نغير جزء يعني من سلوكنا خلال هذه الفترة، ونفس ما ذكرنا يعني أن يعني خلال هالفترة يكون في تباعد قد ما نقدر، وخاصة يعني مجتمعنا الحمد لله يعني مجتمع متراكم والحياة الاجتماعية يعني قوية عندنا، فيمكن هذه الفترة في ناس كثيرة بتحس بتغيير كبير أو حتى فراغ في حياتها أو أن نمط حياتها وايد تغير، فحابينك دكتور تعطينا اقتراحات ونصائح يمكن الواحد ينفذها خلال هذا التباعد الاجتماعي. نعم، بالبداية أحب أن أضيف يعني نقطة السلوكيات الاجتماعية اللي هي احنا بنتجنب انه يفهم منها انه هي عبارة عن تباعد اجتماعي، بمعنى انه الناس تبتعد الى ما لا نهاية عن بعض، وبالتالي في بعض السلوكيات مثلا اللي بننصح فيها مثل تجنب المصافحة، تجنب العناق، تجنب التقبيل، يعني السلوكيات والعادات والتقاليد الاجتماعية يمكن العودة إلها بعد انتهاء فترة المرض. يعني لازم نفهم انه فترة التباعد الاجتماعي فترة قصيرة، وهالفترة هاي من للناس الاجتماعيين ممكن يعني يستغلوها بممارسة كثير من الأشياء اللي هي ممكن تكون مفيدة، فمثلا ممكن تكون فرصة للحديث مع الأطفال. صحيح. الأطفال يعني بيحتاجوا للطمأنة، بيحتاجوا لشرح بأسلوب مبسط وبلغة مناسبة للعمر يفهموها عن حالة المرض وعن الحالة المجتمعية اللي نمر فيها حاليا. صحيح. أيضا ممكن يعني نستبدل التواصل المباشر بالتواصل عبر الهاتف، التواصل بالبريد الإلكتروني، التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بالفيديو الحين دكتور، يعني كأن الأشخاص قاعدين وياك في نفس المكان. بالضبط، يعني ممكن عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو، ممكن التواصل ب يعني الأساليب المختلفة اللي ذكرناها. صحيح. وممكن أيضا يعني استغلال هالفرصة لممارسة الهوايات، في كثير من الناس عندهم هوايات، إنما زحمة العمل والشغل في الحياة أنساهم هذه الهوايات، فممكن صحيح. هذه الفرصة
تكون ملائمة للعودة لهوايات مثل القراءة، الرسم، عزف الموسيقى. وبالنهاية يعني نريد من الجميع أنه يكون تفكيره إيجابي، بحيث أنه ننظر لهالمسألة هاي على أساس أنه هي لازمة في وقت معين، ويعني مفيدة جدا في التغلب على مشكلة نمر فيها جميعا. صحيح. ويمكن أن نفكر بشكل إيجابي بأنه في مناسبات سابقة تعرضنا إلى مواقف صعبة واستطعنا بكل قوة واقتدار التغلب عليها. صحيح. وفي هذا الموقف أيضا نستطيع التغلب عليها إذا ضمينا جهودنا مع بعض. يعني لا يمكن أن تفيد الجهود المتفرقة، جهود صحيح. كل أطياف المجتمع مفيدة من أجل التغلب على المشكلة. صحيح. وهذا دور مسؤولية كل شخص من أفراد المجتمع. الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. شكرا لكم. شكرا. والدور المهم جدا اللي يقوم فيه الإعلام اليوم. شكرا دكتور وليد، شكرا لك. شكرا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة لحلقة اليوم في البرنامج، وطبعا لها أهمية كبيرة وخاصة التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة. ومثل ما نقول، هاي مسؤولية الجميع، وكل واحد فينا ترى له دور، ودور كبير لا يستصغر هذا الدور. كل واحد فينا يقدر يقلل من انتشار المرض ويلعب هذا الدور. ومثل ما قلنا، الإمارات تتحدى الكورونا. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق محمد عمر، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت. ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.